احلى وافخم مشروع موجود في سوما باي، دايركت على البحر، واحلى ديزاين فيلل ممكن تشوفه في مصر. تعال اقول لك الاسعار والمساحات كلها. اهلا بيكم وريفيو جديد من سيلينج ايجيبت. احنا النهارده في واحد من احسن المشاريع اللي موجوده في سوما باي للستاندالون فيلاز او الفيلل المستقله. ناوتيلوس هو في مكان برايم لوكيشن في سوما، زي ما احنا شايفين دي الفيلل، ده صف غالبا كله هيبقى سي فيو، لان احنا شايفين هنا البحر اعلى من مستوى البحر بحوالي 15 ل 20 متر، فتقريبا كل الفيلل هتبقى سي فيو تماما. راس سوما او سوما باي، تعال النهارده اقول لك ليه احسن مكان في مصر تشتري فيه بيت، احسن من الساحل والعين السخنه والجونه. راس سوما على بعد تلت ساعه من مطار الغردقه، يعتبر 10 دقايق من سهل حشيش او مكادي، وفي نفس الوقت قبل خليج سفاجه. راس سوما تعتبر محميه طبيعيه، وهي تقريبا الراس الوحيده اللي موجوده في مصر اللي مسموح فيها بالانشاءات وانك انت ممكن تسكن فيها، وده ميزه كبيره قوي. ليه؟ لان البحر محوطك من ثلاث اتجاهات. احنا هنا في نص بالظبط سوما باي، لو شفنا خشين هنا البحر، لو جينا يمين هنا شويه هنلاقي ان هنا على يميننا في البحر برضه، ولو لفينا وده يدل على ان هو البحر محوط من كل مكان، هنا برضه هنلاقي ان هو في وده مخلي الجو ودرجة الحرارة تقريبا على مدار السنة من 25 ل 35، فانت تقدر تطلعها طول السنة، مش زي الساحل 3 شهور بس، ولا زي العين السخنة والجونة بتبقى في الصيف حر جدا. طول السنة درجة حرارتها مناسبة جدا ان انت تقعد فيها او تعيش فيها او تنزل البحر فيها. اللوكيشن بتاعها هو ده ممكن يكون العيب الوحيد، ان هي بعيدة شوية عن القاهرة، بنتكلم من 4 ساعات ونص لخمس ساعات، لكن لو انت بتيجي من بره مصر فانت مطار الغردقة تلت ساعة، لو انت شاكن في قريب من الجونة، قريب من الغردقة، حتى قريب من الصعيد شوية، فهي سوما باي هتبقى ساعتين تقريبا من عندك، وده تقريبا العيب الوحيد فيها ان هي بعدها عن القاهرة، لكن تقدر تستخدمها فترات طويلة، اسبوع او 10 ايام او كده، لكن طبعا صعب قوي تطلعها ويك اند. البيتش في سوما باي 11 كيلو متر، وده اكبر بيتش لاي مشروع موجود في مصر، فانت عمرك ما هتلاقي البيتش زحمة، ودي اكبر ميزة حتى لمدة 10 سنين. ليه؟ لان البيتش عرضه على مساحة الديفلوبمنت او التطوير اللي هيحصل في الارض اكبر بكتير الكاباسيتي اللي هتكون موجودة. وكمان البيتش مقسوم لجزئين، في جزء ريف يعني شعب مرجانيه والسمك والكلام ده كله، وجزء التاني ساند بيتش اللي هو في واحد من احلى الشواطئ اللي موجوده في مصر. البحر كلير جدا، واحد من انقى المايه اللي ممكن تشوفها في مصر. كمان الحلو في سوما ان البحر مختلف في كذا مكان، في جزء فيه للكايت سيرفنج، واحد من احسن السبوتس للكايت سيرفنج في العالم، هي رانكد ان هي من احسن 10 اماكن في العالم لاتجاه الرياح اللي فيها والمايه وكل حاجه هناك بيرفكت. كمان في الساند بيتش اللي موجود ناحيه الفنادق، وكمان في زي جزيره صغيره برضو عامله هناك بيتش حلو قوي، برايفسي جدا لاي حد من الاونرز بتوع سوما باي. واخر حاجه طبعا موجوده الجيتي، واحد من اطول الجيتيز اللي موجوده في مصر، اللي هو عباره عن لسان طويل، واللسان ده بيخليك تعمل حاجتين، تقدر تعمل سنوركلينج وممكن تعمل دايفنج، وده حاجه قليله جدا او مش موجوده تقريبا في مصر، ان انت تبقى قاعد في مشروع سكني وتصحى الصبح تنزل تروح تعمل سنوركلينج ودايفنج. دي حاجه قليله جدا تقريبا، مش موجوده غير في فنادق في مصر، وتعملها من على الشط او من على الجيتي، يعني مش محتاج تاخد مركب وتطلع، ودي حاجه الاجانب بيحبوها قوي. وعشان كده حتى لو انت خدت اليونت بتاعتك وحبيت بعد كده تستثمرها تاجرها هتبقى كويسه قوي للاجانب، لان فكره ان انت تعمل سنوركلينج ودايفنج من غير ما تدفع فلوس او تاجر مركب. وكمان عشان سوما باي ما فيهاش غير 5 فنادق بس، من احسن 5 فنادق بمصر، ولكن عدد الفنادق ده مخلي ان الناس بعد كده والسياح ممكن يتجهوا ان هم ياجروا بدل ما ينزلوا في الاوتيلات. الميزه كمان اللي نقدر نقولها في سوما باي ان كل الارض بتاعت سوما باي بيملكها اونر واحد، شركه ابو سوما ديفلوبمنتس، ودي ميزه كبيره قوي، لان كل الكومباوندز او المشاريع اللي جوه هتلاقيها واخده طابع واحد، هتلاقيها مفيش حاجه مختلفه، عكس اللي حصل في سهل حشيش وحصل شويه في الجونه، ان في ديفلوبرز مختلفين غير اوراسكوم، فبيخلي الكوميونتي مختلف وبيخلي الديزاينز مختلفه، وساعات بيأثر على الشكل النهائي للمدينه. لو جينا بقى نتكلم على الفاسيلتيز والخدمات اللي اشتغلت في سوما باي من دلوقتي، طبعا فيها اكبر ملعب جولف موجود في الشرق الاوسط، فيها واحد من اكبر السبا اللي موجودين في الشرق الاوسط، وفي تونيك بول ده اكبر واحد فعلا موجود في مصر. تاني حاجة فيه طبعا نادي شغال دلوقتي، فيه بادل وفيه تنس وفيه ملعب كورة، فيه كل الرياضات الموجودة،
في سوبر ماركت، في صيدليه، في ميديكال سنتر، في نيرسري شغاله من دلوقتي، وفي مدرسه انترناشنال خلاص اتمضى العقد بتاعها وهتشتغل في خلال كام سنه، في محطه ميه، محطه كهرباء، فانت مش بتحتاج حاجه خالص. واخر حاجه واكتر حاجه ممكن برضو تساهم في قرارك ان في مارينا في سوما باي، وبتعملها دلوقتي اكستنشن عشان تبقى اكبر شويه، تبقى قد بتاعه الجونه. والمارينا دايما زي ما احنا عارفين هي مكان الناس بتحب تستثمر حواليه او تبقى ساكنه حواليه، لان المارينا باليخوت بالسيرفيسز اللي فيها بالمطاعم بالحاجات دي بتبقى واجهه دايما للناس والاستثمارات، وكمان بيطلعوا منها رحلات بحريه كتير. فبالتالي طول ما موجود مارينا في المكان ده بيضيف للمكان جدا. ناطيلوس هو احلى وافخم مشروع في سوما باي. اولا هو متكون من ستاندالون فيلاز بس، فيلا المستقله صف اول التاني التالت الرابع زي ما احنا شايفين. كل الفيلا اللي هتبقى سي فيو لانها معموله على مصاطب. تاني حاجه اللي حلوه قوي في المشروع ان احنا لو شفنا هناك دي هناك شويه المارينا، فهو كده اقرب مشروع للمارينا هو وباي سنترال. وفي نفس الوقت البيتش هنا ده من احسن البيتشز الموجوده في سوما، في سكيب بيتش وزي ما احنا شايفين موجود وشغال بقاله كتير. اول تايب او اول نوع هنتكلم عليه وهو اغلى حاجة ممكن تشتريها في سوما باي كلها، هي الفيلا المستقلة. الارض بتاعتها حوالي 1200 متر، والبيلت اب اريا او المباني 310 متر. دي زي ما احنا شايفين اللوكيشن بتاعها هتبقى زي ما بيقولوا راكبة البحر، تاني صف بس على ارتفاع اعلى شوية، وهتبقى سي فيو تماما. دي سعرها 37 مليون وبيوصل ل40 مليون الاربع فيلل، ودي زي ما قلت لكم دي الحاجه الوحيده اللي في سوما باي كلها اللي بالسعر ده. الباقي كله في سوما باي بنتكلم في اسعار تانية خالص. تاني تايب هنتكلم عليه وهو التايب اللي تحت الدايركت على اللاجون والبحر. الفيو من البيت ده تحفه، انت هناك بتبقى شايف اللاجون كونكتد مع البحر، بتحس ان هما متصلين ببعض، بيبقى الفيو تحفه. بنتكلم برضو في نفس المباني 310 متر، ولكن الارض هنا 1500 متر، ودول سعرهم بيبقى بتروح من 29 ل 31 مليون. تالت طيب هنتكلم عليه النهاردة وهو اللي في الصف ده. الصف ده يعتبر تاني صف من البحر، في فيلل هتبقى سي فيو تماما، في فيلل ممكن يبقى قصادها متغطي شوية. هوريكو انا دلوقتي هبقى واقف بالظبط في مستوى الجنينة بتاعت الفيلا، شايف البحر كويس جدا. الفيلا اللي قدامي اقل مني ب3 متر، وبالتالي انا في مكاني شايف البحر كويس جدا، مش شايف اللاجون بس، البحر رؤية واضحة تماما، وفي نفس الوقت دقيقتين للبيتش. تعالوا دلوقتي في نفس الطيب ده هوريكم مساحة نقدر ندخلها، هو 310 متر او 308، ومساحة الارض توصل لحد 980 متر. تعالوا نشوف التقسيمه بتبقى عامله ازاي، والبحر سي فيو من كل مكان في البيت ازاي. بندخل من الباب الرئيسي، وده هيبقى شكله بعد التشطيب لان دلوقتي لسه مش تشطيب نهائي. بنلاقي المطبخ على يمنا، بعد كده بنلاقي الريسبشن. زي ما احنا شايفين من المطبخ انت شايف البحر سي فيو كويس جدا. بعد كده بنشوف الحته الاوت دور اريا دي بتبقى شكلها لطيف في الديزاين، وبعد كده الاوض النوم كلها، وفي اوضه منهم بتبقى نفس الفيو بتاع الريسبشن دايركت على البحر او تبقى بانوراميك سي فيو. والتايب ده سعره بيتراوح من 27 ل 29 مليون، وفي منه حاجات زي ما انتم شايفين جاهزه وخلاص فاضل فيها التشطيب النهائي من بره، لكن في العقد هيبقى مكتوب استلام سنتين او 3 سنين. اخر نوع هنتكلم عليه وهو مساحه اصغر شويه، تبقى برضو فيلا مستقلة 271 متر مباني، والارض 950 متر. لو ملاحظين المشروع ده كل الفيلل بنتكلم اقل حاجة حوالي 900 متر ارض، ودي رقم سواء في القاهرة في الجونة في العين السخنة بيخلي سعر البيت عالي جدا، لكن هنا الى حد ما بنتكلم في 28. ده طبعا سعر عالي، ولكن مقارنة بالساحل بالجونة بالحاجات دي مش عالي خالص. احنا بنتكلم هنا في الصف الرابع، الرؤية منه هتبقى واضحة لان زي ما انتم شايفين المشروع مصاطب. هنا الفيلا المستقل هتبقى رينج سعرها من 15 ل 15 ونص، وهيكون ده الديزاين بتاعها. طريقة السداد 10% وبنقسط الباقي على 5 سنين، وبنستلم البيت متشطب من الخارج فقط. من الداخل في شركات ممكن تساعدك في التشطيب، ولكن السعر ده شامل التشطيب الخارجي فقط.
في النهاية لو انت اول مرة تشوفنا، انا مصطفى شركة HRE، بنعمل سلسلة فيديوهات اسمها سيلينج ايجيبت، بنقول كل المزايا والعيوب والاسعار للمشاريع الموجودة في مصر، سواء في التجمع، في الشيخ زايد، في الساحل، في البحر الاحمر، في كل مكان، بحيث انك تعرف تاخد القرار المناسب ليك. ولو انت محتاج استشارة مننا ممكن تبعت لنا على اللينك اللي موجود، او تبعت لنا على اي صفحة من صفحاتنا، وهنبقى معاك خطوة بخطوة سواء انت برا مصر او جوه مصر، كل البروسيس، ونساعدك ان شاء الله انك تاخد القرار المناسب. وطبعا كل ده من غير اي كوميشن. واعمل لنا فولو على الشانل على اليوتيوب عشان تشوف كل فيديوهاتنا.